الموضوع الآخر أو القرار الآخر أيضا المهم، اللي هي مشكلة الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا. كان هناك اجتماع مع المالية مع مجلس الخدمة الاتحادي قبل يوم، وتوصلنا إلى الصيغة التي عرضت اليوم على مجلس الوزراء، وحصل حصلت الموافقة على التوصية اللي هي أقراها بالنص: تنفيذاً لما جاء بقانون الأمن الغذائي واستكمالاً لعمل لجنة الأمر الديواني 35 لسنة 2022، قرر مجلس الوزراء أولاً قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا والبالغ عددهم 74732. يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بتعيين المذكورين آنفاً بعد إرسال بيانات دقيقة إلى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتحديد التخصيصات الدقيقة المطلوبة، بما يمكن وزارة المالية من استحداث الدرجات أعلاهم.